ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتسابق ناصر محمد حسين مرشح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد في الفرع الأول ويقرأ بروايته ورش عن نافع. أي وجه تقرأ في البدل؟ ناصر؟ نعم. في البدل ستقرأ بالقصر أو المد أو التوسط؟ البدل. القصر. أقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لا يغر. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حسبك. السؤال الثاني من قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم من انتبه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون حسبك السؤال الثالث اقرأ من قول الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون أعد قال لمن حوله قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا
قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين السؤال الرابع بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الرابع اقرأ من قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حسبك السؤال الأخير اقرأ من أول سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين حسبك الآن مع أسئلة معاني الكلمات
بسم الله الرحمن الرحيم. بين معاني المفردات حسب ما وردت في سياق الآيات. نعم. قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، ما المراد بجنفا؟ من خاف من موص جنفا، استخدم اقترب من الجهاز، ميلا عن الحق خطأ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما المراد بنحلة؟ يعني فريضة أو عطية بطيب نفس. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لفظ ريشا، ريشا لباس زينة أو مالا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، المراد بسبقوا، خلصوا وأفلتوا من العذاب. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، المحال، المحال القوة أو العقوبة أو المقايدة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، المراد بيبلس المجرمون، تنقطع حجتهم أو يتحيرون، أو يتحيرون. وخلق الجان من مارج من نار، مارج لهب خالص من الدخان. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر ريح يعني شديدة البرد أو الصوت أو السموم. والسابحات سبحا، الملائكة تنزل، يعني قسم بالملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به. والقمر إذا اتسق، لفظ اتسق، إذا تم واكتمل ضوءه. بارك الله فيه. ختامه مسك وفي ذلك